داكشي اللي خصو يدير الدعم، علاش غادي يدي هاد المعلم الشكورة سبب باش يديه؟ خاصكم تعطيوه سمية تشريفوه، اللي سايق هو اللي تعطيوه الدعم، واللي قاعد ما تعطيوش. بالنسبة للسائق المهني راه كيعيش واحد الوضعية صعيبة بزاف، داكشي اللي كان كيدي لوليداته ولا كيدي كيزيدو في المحروقات. علاش؟ حنا كنا كنطالبوا بالغازوال المهني بالنسبه للسيارات الاجره، بالنسبه للقطاع القطاع 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 ديال السيارات كامله، ولكن لا احد يجيب. شايفوا دابا تيعطي 8000 9000 ملي كيخرج الدعم تديه مول الطوموبيل. كيفاش هاد مول الطوموبيل تيدي الدعم؟ واش يدير المازور؟ تيهز الكليان؟ ما كرهناش يديروا لنا شي حاجه باش حنا ناخذوا حقنا في هاد البلاد. احنا مكرفسين في الشارع، مكرفسين في الزرقاء، مكرفسين مع البولي جارين علينا تنعطيوه الخطية، ما عندنا محطة، ما عندنا حق، احنا مظلومين. أنا كنشوف بلي الحكومة خصها تكون واحد البرنامج يعني اللي كيراعي لهاد الفئة هادي، باش على الأقل حتى دوك الناس اللي عندهم إمكانيات يساهموا بواحد القسط باش يكون واحد التوازن. كنا شحال هذيك، كنا كندوز تقريبا 70، ما بين 65 70 حتى 80 تقريبا، على الاقل واحد 25 درهم ولا 30 درهم تقريبا اللي زايده علينا ربحنا في هذا الصباح. دابا هذا هو فعول اللي نهز انا ديال وليداتي، انا عطيها البومبا. ما يكونش هذا التضارب في الاثمنه اللي حداته كينعكس على الاقتصاد ديال الاسره وتينعكس على حتى اخلاقيات الاسر، بمعنى ان الماده اذا كانت غايبه راه كتدفع الانسان للانحراف وتدفعه لانه يرتكب اخطاء من اجل انه يوازن المدخول ديالو اليومي.